طلبة اللي عايزة تحل كتب كتير، ان شاء الله هسيب لك الشرح في تعليق مثبت، بحيث ان انت تسمع الشرح الاول وتتابع حل الاسئلة معايا بدري عشان تقدر تخلص الكتاب وتشوف كتاب كمان معاه. وبالنسبة للناس اللي عايزة تشترك معايا اونلاين، راسلني على الواتس 012-275-3378-1. السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون اول فيديو لدفعة 2024. من خلال الفيديو ده هنعرض كتاب الدليل. كتاب الدليل ده كتاب مميز وهيقدر يعلى بمستوى الطالب، اسئلته اسئلة مميزة جدا. تعالوا كده نشوف ازاي هنحل الدرس الاول في الفصل الاول. قبل ما هنبدأ الحل هنحاول نشوف بعض المفاهيم والقوانين اللي هتمكننا من حل الأسئلة بطريقة فيها فهم بإذن الله. أول مفهوم عندنا التيار الكهربي. عايزين نعرف التيار الكهربي أو نعرف ماهية التيار الكهربي. التيار الكهربي ده عبارة عن إيه؟ هتلاقي موجود عندك في الكتاب إن مكتوب كده إن التيار الكهربي عبارة عن فيض من الشحنات. هل كلمة فيض من الشحنات ده تعريف التيار الكهربي؟ طبعا لا، لازم الكلمة دي يتبعها وصف للشحنات. مش يمكن الشحنات دي تكون شحنات ساكنة لا تتحرك لا تسبب تيار كهربي، وممكن تبقى الشحنات دي في حالة سريان متحركة وبالتالي هي دي اللي تسبب لي تيار كهربي. يبقى انا دلوقتي عشان يبقى التعريف عندي كامل هقول فيض من الشحنات الكهربية، فيض من الشحنات الكهربية التي تسري خلال الموصلة. التيار الكهربي ما كانش معروف زي الشمس والقمر، ده دي حاجة توصل ليها العلماء، وهم توصلوا له امتى؟ لما قدروا يتحكموا في حركة الشحنات في الموصل. يعني اهم حاجة تكون عندك شحنات وتكون انت قادر على تحريك هذه الشحنات خلال الموصلة. عشان نفهم التيار الكهربي اكتر تعالى كده نشوف العناصر اللي بيتكون منها التعريف. فيض من الشحنات، اولا فيض تعني كثرة، يعني عندنا عدد كبير من الشحنات. طب يعني ايه كلمة شحنات؟ ما انت عندك الشحنات يا اما شحنة موجبة او شحنة سالبة. خدت الشحنات السالبة زي الالكترون ده شحنة سالبة، وخدت شحنة موجبة زي البروتون ده شحنة موجبة. لو انا قدرت اوفر بروتون او الكترون وخليته يسري يعني يتحرك خلال الموصل، ايه هو الموصل ده بقى؟ الموصل ده يعني عبارة عن مادة موصلة للتيار الكهربي، لان المواد عندي المواد بتنقسم الى ثلاث اقسام: مواد موصلة وده اللي احنا بنتكلم عنها، وفي اشباه موصلات وده مش موضوعنا، وفي مواد عازلة. يبقى احنا هنشتغل على المواد الموصلة. اشمعنى المواد الموصلة؟ لان المواد الموصلة هي اللي فيها وفرة من الشحنات الحرة اللي لو قدرت احركها هقدر احصل على التيار الكهربي. يبقى المواد الموصلة اي مادة عبارة عن جزيئات، والجزيئات عبارة عن ذرات، والذرة عبارة عن نواة وبيدور حوالين منها الكترونات. الالكترونات اللي في المستوى الاخير بالنسبة للمواد الموصلة دي حرة الحركة، الرابطة اللي بينها وبين النواة رابطة ضعيفة، فبالتالي تبقى حرة الحركة. من السهل عليا جدا ان انا احركها واحصل على تيار كهربي بواسطتها. طيب اشباه الموصلات دي مواد ما بين الموصلات والعازلات، ودي مش هنتكلم عنها الا في الاخر خالص في الحديث، تمام، زي السيليكون وجرمانيوم. طيب وفي مواد عازلة، المواد العازلة دي فيها الكترونات، ولكن الالكترونات اللي موجودة في المستوى الخارجي شديدة الارتباط بالنواة، فهي تبقى وصفها الكترونات مقيدة يعني غير حرة. دي هنحركها ازاي؟ دي هتبقى صعب جدا ان احنا نحركها، وبالتالي مش هنقدر من خلالها نحصل على التيار الكهربي. يبقى احنا كده هنتكلم عن المواد الموصلة، ودي زي الفلزات، زي مثلا النحاس والألومنيوم. واشباه الموصلات مش هنتكلم عنها دلوقتي، زي السيليكون والجرمانيوم، تمام. طيب وخدنا المواد العازلة زي اللاه فلزات، زي الخشب، زي المطاط. ده ليه مادة عازلة؟ لأنه لا يحتوي على الكترونات حرة، لأن الالكترونات اللي موجودة فيه شديدة الارتباط بالنواة. طيب تمام.
يبقى احنا دلوقتي لو قدرنا نحصل على كثرة من الشحنات الكهربية من خلال مادة موصلة زي سلك نحاسي، وقدرنا نخلي هذه الشحنات تكتسب صفة السريان والحركة خلال الموصلات، يبقى احنا هنحصل على تيار كهربي. ولكن السؤال بقى، انا جبت سلك من النحاس يعني يحتوي على الكترونات حرة، يبقى انا قدرت اوفر الوفرة وقدرت احصل على الشحنات، والشحنات هنا اسهل لي الالكترونات، لان الحصول على البروتونات هيبقى امر صعب لانها موجودة جوه النواة، الالكترون اسهل لي. طيب دلوقتي ازاي بقى هقدر احركه في الموصل؟ ازاي هخليها تكتسب صفة السريان؟ بنجيب السلك، بنجيب الاسلاك، وبنجيب حاجة اسمها بطارية. حاجة اسمها ايه؟ بطارية. تمام. وممكن يكون معانا مصباح، المصباح ده لو نور طبعا مفتاح عشان يبقى في مسار مغلق، لو المصباح ده نور دليل على ان انا حصلت على تيار كهربي. لازم في بطارية، لان دي مصدر الطاقة، دي اللي هتدفع الالكترونات او الشحنات خلال السلك بحيث انها تكتسب صفة السريان ويمر تيار كهربي. ولو فتحت المفتاح هيبقى ساعتها المسار مفتوح، مش هيحصل على تيار كهربي، وكأن شروط الحصول على التيار الكهربي وجود مصدر للطاقة ووجود مسار مغلق. تمام. مصدر للطاقة هو يكون بطارية، بس البطارية ما هياش مصدر الطاقة الوحيد، ما البطارية دي ما هياش الحاجة الوحيدة اللي تقدر تحرك لي الإلكترونات خلال الموصل. ممكن يكون عندك طريقة تانية غير البطارية، وده هنشوفه في الفصل الثالث، او حاجة تالتة زي اللي هنشوفه في الحديث. يبقى احنا لازم مصدر زي ايه؟ مثل ايه؟ مثل البطارية، بس تبقى فاهم ان البطارية ما هياش الشيء الوحيد اللي يقدر يدفع الالكترونات خلال الموصل. عايزين بقى نعرف اتجاه التيار الكهربي، ازاي احدد اتجاه التيار الكهربي. عايزة ارسم سهم على الدايرة دي واشوف التيار ماشي ازاي. في عندي حاجة اسمها اتجاه تقليدي، اتجاه اصطلاحي او تقليدي، ده الاتجاه بتاع العلماء زمان كانوا متخيلين ان ده اتجاه التيار. وفي حاجة اسمها الاتجاه الفعلي للتيار الكهربي. طيب انت دلوقتي فهمت ايه من كلامي؟ فهمت ان في الكترونات حرة بتتحرك في السلك ده، وسبب حركتها ان انا استخدمت مصدر للطاقة فدفع الالكترونات، فاكيد الالكترونات هتتحرك من القطب السالب تروح للقطب الموجب، ده خارج المصدر، وتكمل داخل المصدر من الموجب للسالب. ده اللي انت فهمته مني، لكن العلماء زمان ما قدروش يفهموا المعلومة دي لانهم ما كانوش توصلوا الى تركيب الذرة، وبالتالي ما يعرفوش ان في حاجة اسمها الكترونات، فكانوا فاكرين ان اللي بيتحرك جوه السلك الشحنة الموجبة. يعني تقدر تقول هم اكتشفوا التيار الكهربي، بس مش كانوا قادرين يكتشفوا اسبابه، فكانوا فاكرين ان اللي بيمشي جوه السلك هي الشحنة الموجبة، وبالتالي كانوا يتوقعون ان الشحنة الموجبة هتتحرك ازاي؟ هتتحرك من الموجب، ما البطارية دي كده رمز البطارية في الدايرة، ليها قطب سالب وقطب موجب، فكانوا فاكرين ان الشحنة الموجبة، وخلي بالك ان الشحنة لازم تمشي في مسار مغلق. يعني ايه مسار مغلق؟ قولي كده على مسار مغلق انت خدته قبل كده، هتقولي الدايرة، الدايرة دي مسار مغلق. طب لو انا اعتبرت دي نقطة البداية، فين نقطة النهاية؟ نفس النقطة، البداية هي النهاية عشان يكون مسار مغلق، لو كانت دي البداية ودي النهاية يبقى ده مسار مفتوح مش مغلق. يبقى هنا عشان يكون مسار مغلق، فلما تبدأ حركة الشحنات من قطب معين لازم تنتهي ليه. يعني تقدر تقول ان هي عبارة عن ايه؟ من وجهة نظر العلماء القدامى اللي هم العلماء الكلاسيكية، العلماء زمان قبل ما يتوصلوا لماهية الذرة وتركيبها، كانوا فاكرين ان الشحنة الموجبة بتتحرك من القطب الموجب. يبقى لازم انهي كلامي بالقطب الموجب، كانت بتتحرك من القطب الموجب الى القطب السالب خارج المصدر، وتكمل بقى، وداخل المصدر من السالب للموجب. يبقى الاتجاه التقليدي هنقول حركة الشحنات الموجبة، حركة الشحنات الموجبة من القطب الموجب الى السالب، ما تسكتش، من القطب الموجب الى السالب فين؟ خارج المصدر، وتكمل، ومن السالب الى الموجب، من السالب الى
الموجب داخل المصدر. يبقى انت كده حققت لي شرط شريان التيار الكهربي اللي هو المسار المغلق. يبقى لما تيجي تعرف الاتجاه التقليدي لازم تقول الجملة كاملة عشان ما تتلخبطش وتاخد نص الكلام، يبقى انت كده هتغلط في الأسئلة اللي جاية. يبقى حركة الشحنات الموجبة من القطب الموجب إلى السالب خارج المصدر، ومن السالب إلى الموجب داخل المصدر. أما الاتجاه الفعلي للتيار الكهربي، أما الحقيقة كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن حركة الشحنات السالبة، هتبقى منين بقى؟ من القطب السالب إلى الموجب خارج المصدر، ومن الموجب من القطب السالب إلى القطب الموجب، وتكمل جوه فين؟ من الموجب إلى السالب داخل المصدر. هتلاقي التعريف يعتبر عكس ده، حركة الشحنات الموجبة هنا هنقول حركة الشحنات السالبة، من القطب الموجب إلى السالب هنا العكس من السالب الموجب، ما هو السالب هيجي من السالب والموجب يجي من الموجب، يبقى من السالب إلى الموجب خارج المصدر عشان نكمل المسار المغلق، ومن الموجب إلى السالب داخل المصدر. طيب في بعض القوانين اللي هنحتاجها زي شدة التيار الكهربي. شدة التيار الكهربي رمزها اي، يبقى شدة التيار الكهربي اي، والاي بتساوي كيو على تي. مين الكيو؟ الكيو دي هي كمية الشحنة الكهربية المرة خلال مقطع من موصل في زمن قدر 1 ثانية تعمل لك التيار الكهربي. يبقى أنا من خلال القانون الاي بتساوي كيو على تي. مين الاي؟ شدة التيار الكهربي. مين الكيو؟ كمية الشحنة الكهربية. مين التي؟ ده الزمن. يبقى إذا شدة التيار الكهربي، شدة التيار الكهربي هي كمية الشحنة الكهربية التي تمر عبر مقطع من موصل في زمن قدره 1 ثانية. وأدام كتبت قانون لازم أعرف الوحدات. شدة التيار الكهربي بيقاس بوحدة الأمبير، الأمبير ده رمزها، هيكافئ إيه؟ وحدة الشحنة كولوم على الزمن ثانية، يبقى كولوم على الثانية، يبقى الأمبير بيكافئ كولوم على الثانية. طب لو عايز اعرف الامبير، مين الامبير؟ ده وحده بتقيس شده التيار. طب اي وحده لما باجي اعرفها اشوف بتقيس ايه؟ طيب انا عايز اعرف الامبير، هو بيقيس ايه؟ شده التيار. يبقى اذا هو شده التيار، شده التيار الناتج عن سريان كميه من الشحنه الكهربيه مقدارها 1 كولوم خلال مقطع من موصل في زمن قدره 1 ثانية. طيب لو عايز اعرف الكولوم، هقول الكولوم ده وحده، الكولوم ده وحده، وحده بتقيس كميه الشحنه، يبقى الكولوم ده هيبقى عباره عن مقدار الشحنه الكهربيه المره خلال مقطع من موصل في زمن قدر 1 ثانية عندما يمر تيار كهربي شدته 1 امبير. تعالوا بقى نحاول نجاوب على الاسئله الخاصه بالجزئيه دي. يبقى القوانين اللي معانا ان الاي بتساوي الكيو على تي، وفي نفس الوقت الكيو دي عبارة عن N في E، يعني عدد من الإلكترونات على الزمن. يبقى الكيو دي عبارة عن N، عدد من الإلكترونات من شحنة الإلكترون، والE دي يعتبر ثابت، شحنة الإلكترون قيمة ثابتة 1.6 × 10⁻¹⁹. طيب تعالوا نشوف أول سؤال كده بيقول لك إيه؟ الشكل المقابل يمثل العلاقة، يعني معاك رسم بياني بين شدة التيار والزمن، تمام؟ طيب فعايز عدد الإلكترونات المرة عبر مقطع من هذا الموصل خلال 8 ثواني لغاية هنا، دي 8 ثواني اهي. طيب عدد الإلكترونات موجود فين؟ موجود بداخل الكيو، فهكتب قانون الكيو، الكيو بتساوي N في E، العدد الإلكترونات هي الـ N المطلوبة مني في السؤال. أقدر أجيبها لو أنا معايا كيو، لأن الإي مقدار ثابت ب1.6 × 10⁻¹⁹. طيب هجيب الكيو إزاي؟ من الرسم البياني. طيب إزاي هجيب الكيو من الرسم البياني؟ الكيو لو أنت ضربت مقص كده، الكيو عبارة عن إيه؟ الكيو عبارة عن آي في تي. مين الآي؟ الآي دي محور الصادات، ومين التي؟ التي دي محور السينات. يبقى انا دلوقتي عشان احصل على الكيو محتاجه اضرب محور الصادات في محور السينات. ينفع في الرسم البياني؟
اللي احنا عارفينه عن الرسم البياني ان احنا بنجيب الميل. الميل عبارة عن فرق الصادات على بنقسم على فرق السينات. اول مرة نسمع الحكاية ان احنا ممكن نضرب الصادات في السينات. لا، ممكن نضرب الصادات في السينات، وده يتم ازاي؟ عن طريق انك تجيب مساحة الشكل. هنا انت محتاج الكيو، والكيو عبارة عن انك تضرب الصادات في السينات، فعشان تتم عملية الضرب دي تجيب لي مساحة الشكل. يعني لو جبت مساحة الشكل يبقى انت ضربت الصادات في السينات، يعني قدرت تحصل على الكيو، هتجيب المساحة. طيب ماشي، المساحة الشكل ده بقى، هو الشكل ده شكل ايه؟ احنا هنقسمه الى قسمين، عبارة عن مثلث ومستطيل. طيب تعالى نجيب مساحة المثلث، نص القاعدة، يبقى هنجيب المساحة الكلية بقى. عشان ايه المساحة الكلية؟ عشان اضرب الصادات في السينات. بضرب الصادات في السينات ليه؟ عشان اجيب الكيو. طب تمام، المساحة الكلية هتبقى عبارة عن ايه؟ مساحة المثلث زائد مساحة المستطيل. مساحة المثلث نص القاعدة بتاعت المثلث 3 ثانية، في الارتفاع 50، بس الـ50 دي ملي امبير، فلازم نضرب في 10 سالب 3. يبقى نص القاعدة في الارتفاع، انا حولت دلوقتي ملي امبير لامبير عشان يبقى الوحدة الدولية. بنحول الملي ازاي؟ بنضرب في 10 سالب 3. تمام، زائد مساحة المستطيل يعني الطول في العرض، الجزء ده كام في كام؟ من 3 لـ8، يبقى ده عبارة عن 5 ثانية. في الارتفاع او الطول في العرض، يعني الجزء ده اللي هو الارتفاع، هيبقى 50، بس 50 × 10 سالب 3، هيطلع معاك المقدار ده 325 × 10 سالب 3. هنرجع للقانون اللي بيقول ان الكيو عبارة عن ان في اي، احنا محتاجين العدد الان، يبقى الان بتساوي كيو على الاي. الكيو اللي هي مساحة الشكل 325 × 10 سالب 3 على شحنة الإلكترون 1.6 × 10 19، هيطلع الناتج رقم ب 2.3 × 10 18. السؤال رقم 2، شكل البيان المقابل يمثل علاقة بين كمية الشحنة الكهربية المرة عبر مقطع موصل كيو وزمن مرور تلك الشحنة والتي في دايرة التيار مستمر، فعايز شدة التيار المار في الموصل. شدة التيار رمزها I، والاي بيساوي كيو على التي. الكيو المره دي هي الصادات، والتي هي السينات. وهنا عشان احصل على الاي لازم اقسم، المره دي عايز اقسم الصادات على السينات. قسمه الصادات على السينات، يبقى انا مش هجيب المساحه، يبقى انا هجيب الميل. ميل الخط ده، ادام الخط ده بادئ من نقطه الاصل، اذا ممكن اخد نقطه على النقطه اللي قصادها. هقول بقى الميل هو شدة التيار، لأن الميل عبارة عن فرق الصادات على السينات، في القانون تعني شدة التيار. يبقى الآي هتساوي إيه بقى؟ 1.4. أبص على المحاور هلاقيها بالكولوم، يعني مش محتاجة تحويل، على 70. بس أبص على المحور السينات هلاقيه مكتوب عليه ملي ثانية، يبقى 70 دي محتاجة تتحول. إزاي أحول من ملي ثانية لثانية؟ بضرب في 10 سالب 3، هيطلع الناتج 20 أمبير. يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. سؤال رقم 3، الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين كمية الشحنة كيو والزمن تي لثلاث مواصلات اكس واي وزد. عايز النسبة بين اي اكس لاي واي لاي زد. ايه علاقة التيار بالرسم البياني؟ التيار عبارة عن كيو على تي، يعني فرق الصادات على السينات، يعني التيار هو الميل. الميل ممكن نعتبره فرق الصادات على السينات، يعني نقسم الصادات على السينات، وممكن نعتبره تان الزاوية. يبقى أنا دلوقتي هجيب الآي كأنه ميل بالظبط، فهقول تان الزاوية اللي بيصنعها الخط إكس مع محور السينات. الزاوية كام؟ 30. إلى تان الآي الخط واي بيصنع زاوية كام مع السينات؟ 15 و30، يبقوا 45. طيب لاي زد الخط ده، الخط زد بيصنع زاوية كام مع السينات؟ 15 و15 30 و30، يبقى 60. يبقى تان 60، هيطلع معاك الناتج جذر 3 على 3، تان 45 بواحد، تان 60 بجذر 3. طيب
جذر 3 على 3 ممكن نضرب في جذر 3 على جذر 3 هي هيها. طب جذر 3 في 3 ب3 على 3 جذر 3، تقوم دي تطير مع دي تبقى عبارة عن 1 على جذر 3. يبقى انا ممكن استبدل دي ب1 على جذر 3 ل1 لجذر 3. عايز اخلص من المقام فهضرب كله في جذر 3، هضرب دي في جذر 3 وهضرب دي في جذر 3 وهضرب دي في جذر 3. هنا الجذر 3 هيروح مع جذر 3 ويبقى عندك الناتج 1. هنا جذر 3 في 1 بجذر 3، جذر 3 في جذر 3 ب3، يبقى انا عايزه الاختيار ده 1 لجذر 3 ل3، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. السؤال رقم 4، في انبوب التفريغ كهربي لغاز الهيدروجين يسري 3 × 10^18 الكترون، ده كده عدد الالكترونات كل ثانيه، من اليسار الى اليمين، ويسري 2 × 10^18 بروتون كل ثانيه من اليمين الى اليسار خلال مقطع معين، فعايز شده واتجاه التيار خلال المقطع. طيب هو قال لي اتجاه التيار، هل هو حدد، هو طالب مني اتجاه التيار التقليدي ولا اتجاه التيار الاصطلاحي؟ لا ما حددش، يبقى على طول يقصد الاتجاه الاصطلاحي عشان احنا ماشيين على الاتجاه الاصطلاحي، يعني يقصد اتجاه الشحنات الموجبه. الالكترون اذا كان ماشي من اليسار لليمين ملناش دعوه بيه، احنا هنمشي ورا الشحنه الموجبه، الموجب هو البروتون. ماشي ازاي من البروتون؟ من اليمين لليسار، يبقى اتجاه التيار زي البروتون بالظبط زي الموجب، من اليمين لليسار. يبقى عندك من اليمين لليسار الف وعندك من اليمين لليسار ب. هنحدد بقى بناء عن القيمه، نفاضل بين الف وب بناء عن القيمه. طيب انا دلوقتي ما عنديش سلك نحاس ماشي فيه الكترونات، ده انا عندي انبوب التفريغ فيها الكترونات وفيها بروتونات. هنا الاتجاه الاصطلاحي يعني اتجاه الشحنه الموجبه وعكس الشحنه السالبه. تاني كده، انا همشي ورا الشحنه الموجبه وامشي ورا عكس الشحنه السالبه. لو كان عكس الشحنه السالبه ماشي مع الشحنه الموجبه يبقى المحصله اجمع، ولو كانوا عكس بعض هطرح، انا عايز اجيب محصله الشحنات، انا عندي موجب وعندي سالب في الانبوبه. طيب تعالوا نفهم بالراحه، انا دلوقتي عندي البروتونات، طيب العدد للبروتون 2 × 10^18 ماشي من فين لفين؟ من اليمين الى اليسار، ماشي الى اليسار، وعندي عدد 3 × 10^18 الكترون. ماشي ازاي؟ هجيب عكسه، لان انا مش بمشي ورا الالكترون، انا بمشي ورا الموجب، والموجب عكس السالب، الموجب عكس السالب. فاذا كان الالكترون ماشي من اليسار الى اليمين فالموجب الخاص بيه ماشي من اليمين الى اليسار. يبقى انا عندي هنا ادي اتجاه البروتونات وادي اتجاه الشحنه الموجبه، ادي اتجاه الشحنه الموجبه اللي هو عكس اتجاه الالكترونات يمين الى يسار. يبقى الاتجاهين زي بعض، الاتجاهين زي بعض، اتجاه الشحنه الموجبه وعكس الشحنه السالبه الاتجاهين زي بعض. يبقى التوتال هنجمع العددين، يعني 3 × 10^18 و2 × 10^18 هنجمعهم، هيبقى الان الكليه عباره عن 5 × 10^18. طيب عايزين نجيب التيار، الاي بتساوي ان في اي على تي، هو بيقول لك خلال 1 ثانيه، يبقى الزمن بواحد ثانيه. الان التوتال 5 × 10^18 وشحنة الإلكترون 1.6 × 10^10^19، هيطلع معاك الناتج رقم ألف 8 من 10 من اليمين لليسار، يعني إجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. هنيجي بقى على الفقرة الخاصة بفرق الجهد بين النقطتين. لما يكون عندي نقطتين، نقطة ألف ونقطة ب، وبينهم سلك في مسار مغلق، عشان يمر التيار الكهربي بين النقطتين دول لازم يكون فرق في الجهد، لازم يكون في فرق في الجهد بين ألف وب. يعني ما ينفعش ألف يكون جهدها مثلا 5 وب زيها 5، ما ينفعش، لازم يكون فرق عنها، ما تبقاش زيها، تفرق عنها. طيب فرق الجهد بين النقطتين، فرق الجهد مثلا في بين ألف وب عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن في ألف ناقص في ب. طيب تمام، وفي نفس الوقت عندنا قانون بيقول لك فرق الجهد بيبذل شغل عشان ينقل شحنه، فرق الجهد عباره عن دبليو على كيو. طيب تعالى نبدا نحل السؤال الاول، عندما يبذل شغل قدره، يبقى انت عندك الشغل ورك دبليو عباره عن
120 وحدة الشغل جول. لنقل شحنة كهربية قدرها الشحنة اللي هي كيو مقدارها 40 وحدة الشحنة كولوم. عايز فرق الجهد، في عندك اهو علاقة بتربط بين الفي والدبليو والكيو، بين فرق الجهد والشغل والشحنة. هنقول فرق الجهد عبارة عن الشغل اللي هو 120 على الكيو اللي هي 40، هيطلع الناتج 3 فولت، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. السؤال رقم 6، في الشكل المقابل تكون كمية الشحنة المرة بين النقطتين A و B عندما يبذل شغل قدره 100 جول، يبقى الشغل مقداره 100 جول. عايز الشحنة، عايز الكيو. طب ما احنا لسه قايلين ان فرق الجهد، ان فرق الجهد بيبذل شغل W على كيو، فرق الجهد بيبذل شغل عشان ينقل شحنة، تمام. يبقى الكيو هنجيب الكيو هنا والفي مكانها، هتساوي الشغل على الفي. الشغل عندنا 100 جول. طيب هل فرق الجهد عندنا؟ هل في فرق بين A و B؟ ايوه في فرق. فرق الجهد بين A و B عبارة عن VA ناقص VB، هو ده الفرق. الفرق يعني نطرح فرق جهد نقطة A ناقص جهد نقطة B. جهد نقطة A قدام منك اهي 10، وادي السالب الخاص بالقانون، وجهد النقطة B سالب 10، سالب 10، سالب في سالب بموجب، يبقى 10 و10 يبقى 20، يبقى انا جبت فرق الجهد من على الرسم انه 20. يبقى الكيو عبارة عن 100 على 20 الشغل على الفرق الجهد، فهيبقى عندك الناتج 5 كولوم، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. سؤال رقم 7، الشكل المقابل يمثل موصلين، موصل X وموصل Y، فإذا كان الشغل المبذول بين A و B ضعف الشغل المبذول بين D و C. لو كان الشغل هنا بين A و B ضعف، يعني أقدر أقول ده 2 work، ده هيبقى work واحدة، تمام. طيب فإن النسبة بين كمية الشحنة المرة عبر الموصل X، عايز QX، إلى كمية الشحنة المرة عبر Y، إلى QY، عايز النسبة بين شحنة X على شحنة Y. طيب إحنا دلوقتي قدرنا نعمل نسب للشغل، طب فرق الجهد، تعالى نشوف الـ VX، فرق الجهد بالنسبة للموصل X، عبارة عن الجهد النقطة دي فارق عن جهد النقطة دي، دي ناقص دي، يعني هنقول جهد النقطة دي اللي هي 10، هطرح منها سالب 5، سالب سالب موجب، هتبقى في اكس ب 15. طيب تعالى نجيب فرق الجهد في الموصل واي بين طرفي الموصل واي، هيبقى جهد النقطه دي 50، هنطرح منها جهد النقطه دي 20، هيبقى عندك الناتج 30. يبقى انت معاك في اكس وفي واي. الكيو اذا كان فرق الجهد بيبذل شغل عشان ينقل شحنه، فيبقى الكيو عباره عن دبليو على الفي. يبقى كيو اكس، نجيب كيو اكس كده لوحدها، كيو اكس عبارة عن دبليو اكس على في اكس، تمام. دبليو اكس اللي هي بكام؟ اللي هي دبليو على الفي اكس اللي هي 15، والكيو واي عبارة عن دبليو واي اللي هي 2 دبليو على الفي واي اللي هي عبارة عن 30. تعالوا نقسمهم بقى على بعض، يبقى كيو اكس على كيو واي هتساوي المقدار ده لو دبليو على 15، بدل ما نقسم هنضرب ونقلب المقام بسط والبسط مقام، تمام. تبقى دي الترم مع دي، ويبقى على 15 فيها الواحد، على 15 فيها الاثنين، 2 على 2 فيها الواحد لواحد، يبقى اذا الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. سؤال رقم 8، ايه الاشكال البيانيه التاليه يمثل علاقه بين فرق الجهد بين طرفي مقاوم وأمية يمر بها تيار مستمر والزمن عند ثبوت درجة الحرارة؟ يعني معايا تيار مستمر، يعني جاي من بطارية، البطارية بتقدم لك تيار مستمر، وعندك مقاومة، وعايزين نجيب فرق الجهد بين طرفي المقاومة. فرق الجهد بين طرفي المقاومة بيساوي I في R. التيار اللي هيعدي في الدايرة دي تيار مستمر فتيار ثابت، والمقاومة اللي بين طرفيها الفولتميتر أو اللي احنا عايزين نجيب فرق الجهد بين طرفيها المقاومة، مقاومة ثابتة مدام درجة الحرارة ثابتة. لما بثبت درجة الحرارة تبقى المقاومة ثابتة، يبقى ده ثابت وده ثابت،
يبقى إذن الـ V هنا هتبقى ثابتة مهما عدى الزمن، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون رقم G. سؤال رقم 9، الشكل البياني يمثل علاقة بين الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية بين نقطتين في الموصل وفرق الجهد بينهم، فيكون عدد الإلكترونات المارة بين النقطتين بيساوي إيه؟ كم إلكترون؟ هو عايز العدد، والعدد جوه الكيو، الكيو بيساوي N في إيه. أقدر أجيب العدد بسهولة، وخاصة إن الـ E مقدار ثابت 1.6 × 10^10 ـ 19 لو أنا معايا الكيو. طب الكيو دي عبارة عن إيه؟ مش إحنا قلنا فرق الجهد بيبذل شغل عشان ينقل شحنة؟ يبقى الكيو دي عبارة عن W على V، W على V يعني الصادات على السمان يعني الميل. يبقى أنا لو جبت ميل الخط يبقى أنا حصلت على الكيو. تعال نجيب الميل الخط، ناخد نقطة على نقطة، ده بادئ من نقطة الأصل 12 ومش مضروبة في حاجة، دي بالجول وهنا بالفولت، يبقى 12 على 2.4 فيها الخمسة. يبقى أنا عندي دلوقتي الكيو هتطلع 5 كولوم. ماشي، الكيو دي بقى عبارة عن N في E، وإحنا عايزين العدد، يبقى نقسم الكيو على الـ E. الكيو اللي هي طلعت معايا الميل اللي هي 5 على الـ E اللي هي 1.6 × 10^10 ـ 19 هيطلع معاك الناتج 3.125 × 10^19، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم 1000. الفقرة اللي بعدها قانون أوم والمقاومة الكهربية. قانون أوم بيقولك إن الآي بتساوي الـ V على الـ R، والـ R دي عبارة عن رو E في L على E. الـ I دي شدة التيار، والـ V فرق الجهد، والـ R دي المقاومة. أما القانون ده هو بيقولك إن الـ R بتساوي رو E اللي هي المقاومة النوعية في طول السلك على مساحة مقطع السلك. تعال نشوف السؤال رقم 10 هنجاوب عليه إزاي. بيقولك في الدائرة الكهربية المقابلة عدد الإلكترونات المارة عبر المقاومة 8 أوم خلال دقيقتين بيساوي إيه؟ تمام، طيب تعال نبص على الدائرة دي ونشوف ممكن نحصل منها على إيه؟ أنا معايا الـ V دي باتري، ومعايا مقاومة وحيدة في الدائرة دي، فأنا ممكن أجيب تيار الدائرة الـ I بتساوي الـ V على الـ R. الـ V اللي هي 16 على المقاومة اللي هي 8 هيطلع التيار بـ 2 أمبير. جبنا قيمة التيار، طب إحنا عايزين عدد الالكترونات، هنقول الاي بيساوي الكيو على التي، الكيو اللي هي ايه؟ ان في اي على التي. تمام، احنا عايزين الان، يبقى الان بيساوي الطرف المتصل اي في تي على الاي. الاي اللي احنا جبناها باتنين، والزمن دقيقتين، اتنين بس هحولها لثواني، يبقى 2 في 60 على الشحنة الإلكترون اللي هي 1.6 × 10^10 ـ 19 زي ما اتفقنا انها مقدار ثابت، هيطلع الان ب1.5 × 10^21، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم د. سؤال رقم 11، الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين شدة التيار المار في مقاومة أومية وفرق الجهد بين طرفيه، فتكون قيمة المقاومة بتساوي ايه؟ تمام، لو انا جبت ميل الخط ده هيبقى عبارة عن فرق الصادات على السنان، يعني هيبقى عبارة عن I على الـ V. هل الميل هو المقاومة؟ لا، لأن الـ R المقاومة عبارة عن V على الـ I، يعني المقاومة ما هيش I على V، ده هي العكس V على I، يعني تقدر تقول مقلوب الميل، مقلوب الميل. يبقى بدل ما أقول 10 على 50 هنقلب العملية دي تبقى 50 على 10، الـ V على الـ I، يبقى 50 على 10 فيها 5 أوم، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم 1000. سؤال رقم 12، الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين شدة التيار المار في موصلين A و B وفرق الجهد بين طرفي كل منهما، فعايز RA على RB. خلي بالك اللي على الصادات I واللي على السينات V زي الرسمة اللي قبلها، يعني عايز أقولك إن المقاومة هتبقى مقلوب الميل. او عشان نقولها بطريقه تانية افضل، ممكن اقول لك ايه، اكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي. مين العصادات؟ هي الاي. تبدا الاي بتساوي ايه؟ الاي بتساوي في على الار. عايز تعرف الميل؟ اشطب على الصادات، اشطب على الصادات اللي هي اي، واشطب على السينات اللي هي الفي، ما تبقى هو الميل. يبقى انت عندك الميل بيساوي، الميل بيساوي 1 على ار، يعني معنى الكلام ده ان الميل بيتناسب مع
واحد على ار، او تقدر تقول ان الار مقلوب الميل والميل مقلوب الار، فبالتالي تقدر تقول ان ار اي على ار بي هتبقى بلغه الميل العكس، يبقى ميل بي على ميل اي. طيب ميل بي، الخط بي بيصنع زاويه 45 15 30 يعني 45 مع السمات، يبقى هنقول تان 45 مع على ميل بقى ميل اللي هو بي ده، هنا ميل ايه، ميل ايه خط ايه ده بيصنع زاويه 30 مع السينات، يبقى تان 30. تان 45 بواحد، تان 30 بجذر 3 على 3 مقام المقام بسط. طيب ما انا ممكن اضرب في جذر 3 على جذر 3، تمام، يبقى فوق في 3 جذر 3 وتحت في جذر 3 في جذر 3 ب 3، دي الترم مع دي، يبقى الناتج جذر 3، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. سؤال رقم 13، الشكل البياني يمثل علاقة بين المقاومة الكهربية وطول لمجموعة مقاومات، يعني دي مش اي دي ال، مكتوب جنبها وحدة المتر اهي، من نفس النوع ولها نفس مساحة المقطع 25 من 100 سنتيمتر مربع، دي المساحة مساحة المقطع، فتكون المقاومة النوعية لمادة السلك بتساوي ايه؟ عايز يعرف قيمة الرؤية. تمام، زي ما اتفقنا الأول احنا هنتعامل مع ميل الخط ده، ميل الخط ده بيتعامل مع الزاوية اللي بيصنعها الخط مع محور السينات وليس محور الصادات، فإذا كانت الزاوية دي 60 فأنا يهمني الزاوية اللي بيصنعها مع السينات اللي هي هتبقى 30. تمام، طيب عشان نعرف الميل اكتب القانون بس بشرط إلا على الصادات قبل يساوي، الار بتساوي رو اي في ال على الاي، اشطب على الصادات اللي هي الار واشطب على السينات اللي هي ال، معامل السينات هو الميل، يبقى الميل هنا عباره عن رو اي على الاي. تمام، عايزين نعرف الرو اي بكام، يبقى الرو اي هتساوي الميل في مساحه المقطع، مساحه المقطع عندك ب 25 من 100 بس هنضرب في 10 اس سالب 4، ليه؟ عشان احول سنتيمتر مربع لمتر مربع لازم نضرب في 10 اس سالب 4. طيب الميل بكام؟ الميل تاني الزاويه تان 30، هيطلع الناتج رقم ب 1.44 من 100 في 10 اس سالب 5. سؤال رقم 14، يمر تيار كهربي شدته 2 امبير، الشده يعني اي ب 2 امبير، في سلك طوله ال ب 10 متر، مساحة المقطع الـ A بتساوي 2 ملم مربع، ازاي نحولها لمتر مربع؟ احنا بنقول لما يكون معاك ملم وعايز يروح للمتر بنضرب في 10 أس سالب 3. طب لو عايزين الملم يروح الملم مربع يروح للمتر مربع، نربع التحويلة، يعني نقول 10 أس سالب 3 ده مربعت هنا يبقى تربع التحويلة، الكل تربيع يعني 10 أس سالب 6، يبقى هنقول هنا ان انت عندك مساحة المقطع 2 في 10 اس سالب 6، المقاومة النوعية اللي هي الرو اي بتساوي 5 في 10 اس سالب 7، عايز من هنا فرق الجهد، فرق الجهد اللي هو في اللي بيساوي اي في ار، الاي اللي عندي قيمتها كام؟ عندي هنا الاي ب 2 امبير، تمام، الاي ب 2 امبير، يبقى انا هقول 2 في الار اللي هي رو اي في ال على الاي ادي الاثنين، والرو اي بخمسة في 10 اس سالب 7 في الطول اللي هو 10 على الاي اللي احنا قررنا نحولها اللي هي 2 في 10 اس سالب 6، هيطلع معاك الناتج رقم ألف 5 فولت. سؤال رقم 15، الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين فرق الجهد وشدة التيار الموصلين اكس واي من نفس نوع المادة يعني الرو اي واحدة، فإذا كان طول الموصل X يساوي 5 متر يبقى طول X عبارة عن 5 متر وطول الموصل Y عبارة عن 9 متر، عايز النسبة بين نصفي قطر السلكين، عايز RX على RY. تمام، احنا دلوقتي بنقول ايه علاقة الميل بالمطلوب، هو مين الميل أصلا؟ اكتب القانون بس بشرط اللي على الصادات قبل يساوي، ال V بتساوي I في R، طب اشطب على الصادات اللي هي ال V واشطب على السينات اللي هي الاي، معامل السينات هو الميل، يبقى الميل هنا هو الار،
يعني لو حبيت اقول ميل ميل واي على ميل اكس هيبقى عبارة عن ار واي على ار اكس، لان احنا اتفقنا ان الميل هو المقاومة. طيب تعالى نجيب ميل واي. ميل واي ادام بادئ من نقطة الاصل هاخد نقطة على نقطة، يبقى 40 على 4 فيها 10. طيب ميل اكس الخط ده ناخد 20 على 10 فيها 2، يبقى 5 على 1. طب ازاي اعمل نسبة للمقاومة؟ المقاومة عبارة عن رو اي في ان، الاي هفكها لباي ار تربيع، لان السلك مقطعه على شكل دايرة ومساحة مقطع الدايرة او مساحة الدايرة يعني باي ار تربيع. طيب لما اجي اعمل نسبة مش هعملها بالرو اي لانها واحدة للاتنين اللي من نفس النوع، ولا هعملها بالباي لان الباي مقدار ثابت في الاتنين، هعملها بالال ومربع نصف القطر. يعني اقدر اقول ار واي على ار اكس هتساوي، هنرص ال ال طردي لان ال ال طردي مع ال ال، يبقى قدام ار واي اكتب ال واي وقدام ار اكس اكتب ال اكس. في الار عكسي بس مش ار، مربع الار، يعني قدام ار واي اكتب ار اكس تربيع وقدام ار اكس اكتب ار واي تربيع. طيب ار واي على ار اكس احنا جبناها بخمسة على واحد تساوي ال واي على ال اكس، ال واي بتسعة وال اكس بخمسة، في ار اكس تربيع على ار واي تربيع. ايه رأيك نخلي دي لوحدها في الطرف، يعني نقول ار اكس تربيع على ار واي تربيع، ونودي دي من البسط المقام عبر اليساوي. يعني يبقى هنا المقام عبارة عن تسعة، وهنا دي نسحبها كده من المقام للبسط عبر اليساوي، يبقى دي 25، يبقى ار اكس تربيع على ار واي تربيع 25 على 9. هناخد الجذر، يبقى ار اكس على ار واي جذر 25 5 وجذر 9 3، يبقى 5 على 3، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم د. سؤال رقم 16، شكل بيان المقابل يمثل علاقة بين المقاومة الكهربية والطول لمجموعة أسلاك من نفس المادة. تمام، يبقى الرو اي واحدة، مساحة مقطع كل منها مساحة المقطع 2 ملي متر مربع. لو كان ملي متر كنت ضربت في 10 أس سالب 3، بس كمني ده ملي متر مربع فهربع التحويلة، هقول 10 أس سالب 3 لكل 2 فتبقى 10 أس سالب 6، يبقى 2 في 10 أس سالب 6. فإن التوصيلية الكهربية المادة المصنوع منها الأسلاك، عايز التوصيلية نكتب القانون، معاك رسم بياني نكتب القانون بس بشرط إذ العصادات قبل يساوي، يبقى الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ لا احنا عايزين قانون يكون فيه التوصيليه، يبقى الار بتساوي سيب ال مكانها، سيب ال مكانها، التوصيليه مقلوب المقاومه النوعيه، فلو عايزه استبدل الرو اي بالتوصيليه هشيلها واكتب واحد على التوصيليه، فالتوصيليه تيجي في المقام. طيب تمام، اشطب على الصادات اللي هي الار واشطب على السينات اللي هي ال ال، اصبح الميل عندك عباره عن واحد على التوصيليه في ايه. طيب احنا عايزين التوصيليه، نجيب التوصيليه هنا والميل مكانها، يبقى التوصيليه بتساوي واحد على الميل في الايه. تمام، يبقى ادي الواحد والميل، هناخد نقطه على نقطه 25 على 25 ومفيش حاجه عايزه تتحول، بواحد في المساحه المقطع اللي هي 2 في 10 اس سالب 6، هيطلع معاك الناتج 5 في 10 اس 5، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. سؤال رقم 17، الشكل التالي لروستات منزلق. لكي يعمل الروستات على التحكم في شدة التيار المار في الدائرة يجب أن يوصل في الدائرة عبر النقطتين A. أولا بالنسبة للروستات، الروستات ده فيه سلك طويل جدا، بدايته أهي، بداية السلك أهي ونهاية السلك أهي. تمام، طيب أنا دلوقتي لو وصلته بين A وB يبقى أنا استخدمت الطول كله في الدائرة الكهربية، وبالتالي الطول هيظل ثابت في المقاومة، هتظل ثابتة لأن احنا فكرة الريوستات العلاقة الطردية بين الار والال، يعني لو انا عايز ازود المقاومة يبقى ازود الجزء المأخوذ من طول السلك، طول السلك يزيد المقاومة تزيد، عايزة اقلل المقاومة يبقى اقلل الطول، يبقى احنا هنا بنعتمد على فكرة العلاقة الطردية بين الار والال. طيب عشان نستخدمه كمقاومة متغيرة يبقى لازم الطول ما ناخدش الطول كله، ناخد جزء من الطول، ويبقى باستخدام ذلك نقدر نتحكم في الطول سواء نزوده او نقلله. قالك هنوصل الدايره عبر النقطتين
ايه، يبقى انا عندي سلكايه من هنا ايه والسلكايه الثانيه عند الدي. ساعتها التيار هيمشي ازاي؟ التيار هيجي من عند ايه، يعدي في الطول لحد هنا، وبعدين يمشي عبر الزلق ويخرج من عند الدي. يبقى انا كده ما خدتش الطول كله، يبقى خدت الطول ده بس، وبالتالي ممكن احرك الزلق واغير الطول المأخوذ، وبالتالي اتحكم في شدة التيار. يبقى ايه دي صح. طب لو هوصل بين الاي والبي، يبقى انا خدت السلك كله، يبقى كده مش هتحكم في شدة التيار. طيب بين السي والدي، يبقى انا ما خدتش اي حاجة من طول السلك، لان التيار هيمشي من السي للدي ويروح، كده انا ما خدتش اي حاجة من طول السلك. يبقى الاجابة الصحيحة الف. طب اذا وصلت النقطة سي للريستات في الشكل السابق بالطرف الموجب، هنشيل دي بقى وناخد دي كده بالطرف الموجب، تمام، ووصلنا النقطة بي، النقطة بي دي بالطرف السالب اهو، طيب تمام، ايه اللي هيحصل ساعتها؟ وحركت الزلق جهة اليمين، طيب ايه اللي هيحصل؟ المقاومة هتزيد ولا تقل؟ التيار هيخرج من القطب الموجب، هيروح للسي، هيمشي في السلك الفاضي وياخد الطول ده، هياخد الطول ده اللي من هنا لحد هنا ويروح عالسالب. لو حركت الزلق ده جهة اليمين، يعني جبته في هذا الاتجاه مثلا جه هنا، ساعتها التيار هيخرج من القطب الموجب وهيمشي لحد الزلق وينزل ياخد الطول ده ويروح عالسالب. يبقى ساعتها الطول المتاخد ده واللي المأخوذ حصل له ايه؟ قل، بدل ما كان من هنا لحد هنا بتحريك الزلق اصبح الطول المأخوذ من السلك قل. ادام الطول قل يبقى كده المقاومة قلت. يبقى لو حركت الزلق جهة اليمين ايه اللي هيحصل؟ المقاومة هتقل، مقاومة الدايرة. طيب تعتمد فكرة الريستات على ايه؟ لسه احنا قايلين العلاقة الطردية اللي بين المقاومة وطول السلك، الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ يعني الاجابة هتبقى رقم جيه.